تصرخ إسرائيل في وجه نتنياهو أن يخرج من محور فيلادلفيا كي تسير عجلة صفقة المحتجزين والأسرى، لكن الرجل لا يسمع صوت المعارضة ولا أهالي المحتجزين أو المسؤولين العسكريين والأمنيين المطالبين بذلك. وزير الجيش الإسرائيلي وهو الأدرى بالظروف العسكرية والأمنية في قطاع غزة بح صوته وهو يطالب نتنياهو بالموافقة على الانسحاب من فيلادلفيا كي تصل جهود الصفقة إلى بر الأمان، ولكن دون جدوى. المسؤولون الأمنيون قالوا لنتنياهو إن محور فيلادلفيا ليس حائط المبكى كي تتمسك به. الخروج منه لستة أسابيع وهي مدة الصفقة لن يؤثر سلباً على الوضع الأمني والعسكري في القطاع. أهالي المحتجزين من جهتهم يواصلون الضغط على نتنياهو بالموافقة على تنفيذ الصفقة والاستجابة لمطالب حركة حماس بالخروج من محوري فيلادلفيا ونتساريم. أيضاً لم تفد دموعهم في تليين موقف نتنياهو. ويرى مراقبون أن نتنياهو يضع العقبات في طريق الصفقة لا لأسباب أمنية أو عسكرية في ظل تأييد المنظومة الأمنية للصفقة، ولا حتى لأسباب سياسية في ظل الدعم الدولي للصفقة، ولا يتبقى سوى الحفاظ على أهدافه الشخصية بالبقاء في الحكم.